زمان وانا صغير كنت بحلم اني اطير. كلنا حلمنا اننا نطير، ولكن انا الحلم عندي راح للاكستريم شويه، يمكن بحكم البيئه اللي نشات فيها في الاردن قبل التكنولوجيا وقبل التابلت والموبايل. كان يومنا بنقضيه وسط الشجر، وسط الطبيعه، بنطلع شجره، بنطلع جبل، وكنت اراقب السماء وبص على الضيوف اللي بتعدي من السماء كل يوم والطيور بشكل عام. كان طول عمري نفسي اقرب منهم، المسهم، وازعل قوي لو جريت ورا اي طير وطار مني. ناس كتير بتكبر على احلامها او بتتكبر على احلامها او بتنساها، ولكن اللي حصل معايا كان مختلف شويه. انا حلمي كبر معايا واستمر معايا. كنت أصغر إخواتي، ورغم إن اسمي هادي كنت أشقاهم. وكنت دايماً لما أتكلم لحد عن حلمي ده، يا إما ياخد الموضوع بعدم اهتمام، يا إما يدي معلومات مغلوطة عن الموضوع. كانت أمي وما زالت الحمد لله بتدعمني وبتقول لي في يوم من الأيام أنا متأكدة إنك هتحقق حلمك وتوصل لهدفك. اتخذت بزحمة الحياة زي أي شاب مصري، نزلت مصر، استقريت، دخلت الكلية، دورت على وظيفة، اشتغلت الحمد لله، واتجوزت وبقى عندي عيلة مكونة من زوجة رائعة وولدين. ولكن كان لسه جوايا الطفل الصغير بيندهني من فترة لفترة يقول لي انت ما بقيتش تبص فوق للسماء ليه؟ انت نسيت صحابك اللي في السماء؟ نسيت حلمك؟ نسيت قد ايه كنت بتحب تقرب من الطيور وتعرفها؟ وكان جوايا دايما صوت يرد عليه ويقول له انا مستحيل انسى حلم ده، انا متاكد ان في يوم من الايام هوصل له، يعني هوصل له. وكانت اللحظه الفارقه في حياتي لما ابتديت ادور على ناس بتشاركني نفس الاهتمام، والحمد لله لقيت ناس كتير في مصر ولكنهم في الظل بيشاركوني نفس الاهتمامات. تعرفت على محمد صديقي، واحد من اكتر الناس اللي كان ليهم الدور الإيجابي إني أدخل الهواية تاني. مش بس كده، ده كان ليه الدور إن عرفني على صديقي من السماء اللي حالياً موجود معايا. أيوة، أنا بقالي أخيراً صديق من السماء، حققت حلمي والحمد لله. تيجوا نشوف هو مين؟ ده نائل. نائل من فصيلة العقبان، وهو ده صديقي. بنتشارك مع بعض لحظات حلوة كتير ووحشة، وبنقضي يومنا مع بعض. فن السقارة فن وهواية عالمية، وتسمى دلوقتي هواية الملوك. احنا المصريين كنا أول ناس مارس الهواية دي. ده بشهادة الغير والتاريخ، مش بشهادتنا احنا كمصريين. رسمنا الرموز للجوارح على جدران المعابد عندنا، واستخدمناها في اللغة الهيروغليفية. استخدمنا البومة، استخدمنا العقاب، و90% لو ما كانش 99% من المصريين يعرفوا حورس الصقر. احنا في مرحلة معينة زمنية قدسنا الرموز اللي بتدل على الجوارح. الصقارة هواية عالمية، وهدفنا اننا نحافظ عليها من الاندثار. انا الهواية بتاعتي اتحولت مش من مجرد هواية، لا، خدت طريق تاني وتحولت لشغف. والهدف دلوقتي اننا نصحح المفاهيم المغلوطة عن الهواية دي، ونزيل الغبار اللي كان موجود من بقاله سنين على الهواية دي. في ناس كتير لحد دلوقتي ما تعرفش ان في انواع مختلفة للصقور. ناس فاكرة لحد دلوقتي ان الصقر نوع واحد، مع ان في الصقر الحر والصقر الشاهين والصقر الوكري والكسترل وانواع كتيره زي الهوبي والمارلين. كل الانواع دي موجوده وبتعدي من مصر. لحد دلوقتي الناس مش عارفه تفرق ما بين النسر والعقاب والباز. لحد دلوقتي في ناس واخده ان البومه نذير شؤم او رمز للفقر زي ما بيقولوا باللغه العاميه، وده مفهوم خاطئ جدا.
ده مفهوم خاطئ جدا. احنا في ثقافتنا وفي ثقافات تانية كتير بتعتبر ان البومة رمز للحكمة. مش بس كده، البومة طير مفيد جدا للتوازن البيئي، بيتغذى على القوارض وبيتغذى على الحاجات القمامة، فوجوده مهم جدا. هدفنا اننا نصحح المفاهيم دي ونخلي الناس تعرف ايه معنى جوارح وتقرب منها اكتر. اول مرة زرني فيها نائل في البيت كان رافض الوضع ده، ما كانش مرتاح للوقفة اللي احنا واقفينها دلوقتي، كان في مرحلة الوحش. في المرحلة دي الطير بيكون رافض انه يقف على ايد الصقار، ودايما بيضرب بجناحاته او زي ما بنقول احنا بلغة الصقارين بيكفخ، وبيكون رافض ان اي حد يحط ايده عليه كده او يقرب عليه كده، تمام؟ وطبعا استحملت عضاته واستحملت مخالبه شوية لان كنت عارف انه قلبه طيب في الاخر، ولكن هو مش مرتاح للوضع ده. علشان اخليه يطمني واجين التراست بتاعه نائل، ابتديت معاه مرحلة اسمها التدهيل. ايه يعني التدهيل؟ التدهيل انك تشيل الطير اكتر فترة ممكنة على ايدك، تقعده وسط الناس، وسط الصحاب، جنب التلفزيون، تعودوا على البيئة البشرية. في الفترة دي كانت من أصعب المراحل عليا وعليه إحنا الاثنين. هو كان عنيد جدا، وده طبعا راجع لشخصيته. العقبان بطبعها عنيدة مقارنة بالصقور. الفترة دي خدت مننا وقت وجهد كتير، ولكن الحمد لله في الآخر قدرنا نوصل لنوع من التفاهم والتوافق في المرحلة دي. ما اقدرش انسى اول مره كل وجبته على الدس، والدس هو الجوانتي اللي الصقار بيستخدمه وبيشيل عليه الطير الجارح بتاعه. في المرحله دي كنت بحط له الاكل عند المخالب هنا واستنى اشوف رد فعله، هياكل ولا لا. انا فاكر اليوم ده بالظبط، فضل يبص للاكل ويبص لي، يبص للاكل ويبص لي، وكأني بقرا تساؤلات من عينيه. هو بيقول مين ده؟ مين اللي جالي من عالم البشر ده؟ ده عدو ولا حبيب؟ هل هيتعامل معايا زي ما كل البشر بيتعامل معانا احنا الجوارح؟ هل يرمي عليا طوبه او يرميني في قفص؟ هيتعامل معايا ازاي؟ وما اقدرش اوصف لكم فرحتي قد ايه لما كل اول لقمه على الدس، لان دي في عرف الصقارين تعتبر أول طوبة بنحطها في جسر العلاقة المتينة ما بين الصقار والجارح اللي بيدربه. كان الوجبة وقتها وكان بياكلها بنهم، وأنا كنت سعيد جدا، وهو برضه حسيت بالسعادة وهو بياكل الوجبة دي. بعد كده كان لازم نطلع لليفل 2، فابتديت معاه مرحلة اسمها الدعو. الدعو إنك توقف الطير الجارح على الوكر، والوكر ده هو المكان اللي بيقف عليه في البيت، وتسيب مسافة ما بينك وبينه ولو قصيرة نص متر، وتمسك الأكل بالدس وتندهله باسمه، لأنه هو بعد فترة بيتعرف على اسمه، تندهله باسمه أنه يجي على الدس. كان متردد في الفترة دي، فكان يمد مخالبه ويرجع، يمد المخالب كده ويرجع. وأنا طبعاً إيه كنت تعودت على عناده، فقلت يا أنا يا أنت، فضلت واقف لحد ما نط أول نطة من الوكر. في المرحلة دي الصقار والجارح بتاعه نقدر نقول إن بيفتح صفحة جديدة في العلاقة ما بينه وما بين الطير. ليه؟ لأنه كده بيكون ابتدى ياخد الثقة بنسبة 90% من الطير الجارح. بعد كده ابتديت معاه إني أزود المسافة وأزود عملية الدعو أكتر فأكتر علشان أخد الثقة وأزود العلاقة ما بيننا ويطمن لي أكتر. وقد كان، خليت المسافة 5 متر، وابتديت بقى أدعي كل يوم طبعاً أزود المسافة وهو يستجيب أكتر وأكتر. ولكن بطبيعة إن الجوارح برية ولازم تخرج للبرية، كان لازم نعمل التمرين الدعوي ده في الخارج. خرجت أنا ونائل في أرض التدريب زي ما شفتوا،
ومستوى الادرينالين كان عالي عندي جدا جدا جدا، لان كنت خايف انه يسيبني ويطير. كنت ملبسه البرقع، والبرقع ده هو الغطاء اللي بنحطه على عينيه علشان يهدى فقط. اول ما وقفنا في ارض التدريب وشلت البرقع من على دماغه، انا كنت متوقع انه يطير او يهرب مني، ولكن حصل العكس. فضل واقف زي ما كان، زي ما واقف دلوقتي، ويبص لي ويقول لي ما تقلقش. كنت بقرا الكلام ده من عينيه، ما تقلقش، زي ما انت راعتني في الاول انا مش هخذلك وهكمل معاك. وقد كان وقف على الوكر بتاعه في ارض التدريب، وابتدينا نزود المسافه من 5 متر ل 10 متر ل 20، لحد ما وصلنا لمسافه ال 200 متر وازيد من كده. طبعا الكل اكيد بيتسال دلوقتي، عقاب وصقر في البيت بيحصل فيك ايه بالظبط؟ ازاي قابلين بالوضع ده؟ اقدر اقول لكم ان كميه الدعم اللي خدته من صحابي ومن اهلي، وخصوصا امي، حتى ابني يوسف اللي عنده 5 سنين، وزوجتي برضه، رغم ان احيانا زوجتي كانت ups and downs، ولكن في الاخر كانت بتدعمني برضه وبتقول لي ايه؟ مارس الهوايه. فن الصقاره فن وهوايه عالميه، احنا بنقول عليها هوايه الملوك. احنا كنا اول ناس مارسناها، وما نقدرش ننكر دور اهلنا في الباديه انهم حافظوا على الهوايه دي من الاندثار، واستمرت من اكتر من 7000 سنه لحد يومنا اللي احنا فيه دلوقتي ده. الهوايه علشان تدخلها لازم يبقى عندك مجموعه عناصر متكامله لازم تتحلى بيها اي صقار. لازم يبقى عندك صبر، لازم يبقى عندك تواضع، لازم تعرف انك بتتعامل مع روح. وكل صقار محترف في يوم من الايام كان صقار مبتدئ، فلازم يخلي باله من النقط دي، ولازم يوفر للطير الاكل المناسب، الوقت المناسب، المكان المناسب، لانه في الاول والاخر بيتعامل مع روح زي ما قلت لكم. احنا كمجموعات صقارين في مصر مش بس بنمارس الهوايه، لا، احنا بنتجمع في المناسبات الرسميه كتير وغير الرسميه. احنا مثلا اتجمعنا في اليوم العالمي للصقاره اللي بيتعمل في نوفمبر من كل سنه، نظمنا فعاليات كتير على مستوى الجمهوريه، نظمنا سباقات، زرنا مدارس، وزرنا دور ايتام، وبنحاول ننشر الهوايه اكتر واكتر، ونصحح المفاهيم المغلوطه عند الناس. برضو احنا بنخلي بالنا من الطيور، ومش بس بنتعامل معاها كطير عندك في البيت، لا، احنا بنراقب برضو الطيور اللي بتيجي مصر، بنراقب وزن الطير. ومش هكون ببالغ لو قلت لكم ان احنا بنراقب اوزان الطير بشكل يومي علشان نشوف التغيرات اللي بتحصل، لان وزن الطير بيدي مؤشر لصحة الطير. اي عمليات او اي طيور بنلاقيها نزلت في مصر، مثلا بنلاقي الطير مثلا ريشه مكسور، في عملية اسمها التوسير، بنوصل الريش المكسور ده وبنطلق الطير تاني في البرية عشان يكمل دورة الحياة بتاعته الطبيعية، ويكمل خط الهجرة بتاعه، بحيث ان احنا ما نخلش بالتوازن البيئي. عايز اقول لكم برضو، وعايز اتوجه بالشكر من هنا لكل صقار في مصر وضيفه اللي من السماء، كل طيره في البادية او في المدينة، صغير او كبير، وكل الجنود المجهولة اللي نجحوا ان انا يبقى ليا الشرف ان انا اقف قدام حضراتكم كلكم. كلهم بيقولوا لكم بصوا للسماء، اسعوا ورا حلمكم، وفي يوم من الايام اكيد هتحققوه. انا ونائل بنقول لكم بصوا للسماء فوق، هتلاقوا ضيوف كتير، استضيفوهم، قربوا منهم. المشكلة عندنا في عالم البشر اننا بنطلق الاحكام بشكل متسرع قبل ما نخوض التجربة. قرب من الحاجة، قرب من التجربة وجرب، لقيتها إيجابية ليك الحق إنك تحكم عليها بالإيجاب، وليك الحق إنك تحكم عليها بالسلب. ياريت نتخلى عن أغلوطة التعميم المتسرع، وما نحكمش على الحاجة من قبل ما نقرب منها. تاني بقولها، بصوا للسما فوق، هتلاقوا ضيوف كتير، قربوا منهم، وفي يوم من الأيام أكيد هتبقوا أصحاب زي ما بقيت أنا ونائل.